اقتصاد الليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتوالى على تقديمه من لندن. أنا سعيد شبيب وزميلتي آلاء أبو الشملات. أهلا بك سعيد، أحييكم أيها الأحباء. الحصاد الإخباري يتجدد بلقائكم عبر الشرقية نيوز. البداية وكالعادة بالعناوين. الكاظمي يشارك مقاتلي الفرقة 17 مائدة الإفطار. انتماؤنا للعراق أولا وأخيرا، وشعارنا الأوحد العراق أولا. إعمام مركزي من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مصطلح هيئة الرئاسة ملغا والأوامر النيابية بتوقيع حصرا. والدستور أساسا دستور مشوه، دستور عندنا مشوه، يعني كتب بعقلية معارضة هم حكام يكتبوا بعقلية معارضة. إياد علاوي بالثلاثة، دستور مشوه وكتب بعقلية المعارضة، والفائز الأول هو من يشكل الحكومة. الدولة مفلسة يعني، وكذلك مصر في لبنان في عنا مشاكل، فإذا بدنا نطلع بنتيجة لحتى قد ما فينا نعوض على المدين. هل أفلس لبنان حقا؟ ودائع عراقية بالمليارات في البنوك اللبنانية، إلى أين؟ كان من أجمل الأنهر بالبصرة، يعني حتى أحسن من نهر الخورة وأجمل من نهر الخورة، بس من فتحوا المجاري عليه تغير الشط، يعني حتى صار لونه أسود. مبازل أنهار في البصرة تمسي بؤرا للتلوث، الماء يلوث الهواء وينذر بأمراض تنفسية خطيرة. بالكلاشينكوف، ثلاث رصاصات في صدر العملية التربوية، تلميذ يرفع السلاح بوجه مدرسه في ذي قار. كل بيوت الموصل بيها شوكليت. بالعافية عليكم، بالعافية عليكم حبيبتي. بعد لا فقرات عنقية ولا عظامك توجعك. بالعافية عليكم حمزة، تعال حمزة. الشرقية والعاملين عليها، بارك الله فيكم. عائلة أبو أحمد من الموصل تتسلم منحة البزاز، 12 مليون دينار وستوتة ضمن مبادرات على نياتكم ترزقون. مساء الخير. تفقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقر الفرقة 17 من الجيش العراقي جنوب بغداد، وشارك عددا من مقاتليها مائدة الإفطار. وأكد الكاظمي لأبناء القوات المسلحة أن الانتماء يجب أن يكون للعراق أولا وأخيرا، وللوطن ولدجلة والفرات ولكل مواطن شريف، وسيبقى الشعار الدائم العراق أولا. واطلع الكاظمي على مستوى جهوزية الضباط والمقاتلين بمقر الفرقة 17 وعلى استعداداتهم لأداء الواجب وعلى مفردات الضبط العسكري والالتزام بها، مؤكدا أن القائد العام والقادة الميدانيين والضباط والمراتب كلهم في خندق واحد، وهو خندق الواجب والانتماء للوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله. وأكد الكاظمي بأن العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها وإلى عهده المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي. كما سمع الكاظمي إلى أهم طلبات المقاتلين واحتياجاتهم الشخصية والإدارية ووجه بإجراء اللازم. وأجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي جولة في أسواق قضاء المحمودية جنوب بغداد، والتقى الكاظمي خلال تجواله في أسواق المحمودية بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووجه بتلبيتها. السلام عليكم. شلون الشباب؟ حياك الله. كل عام وانتم بخير. والاعمار كل شيء يعني هسه ان شاء الله يصير احسن. تستحقون اكثر من الله وجهودكم. تستحقون اكثر من الله.
إعمام مركزي من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مصطلح هيئة الرئاسة ملغا والأوامر النيابية بتوقيعي حصرا. نتحول في هذا الحصاد إلى موضوع آخر، إذا وجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إعماما إلى أعضاء البرلمان والدوائر الحكومية كافة بعدم دستورية التعامل مع مصطلح هيئة الرئاسة في مجلس النواب. وأشار بيان صادر عن رئيس مجلس النواب إلى ضرورة اعتماد الصيغ الدستورية التي تثبت أن للمجلس رئيسا ونائبين وإلى إلغاء باقي المصطلحات. كما تؤكد وثائق رسمية مرفقة مع الإعمام إلغاء المحكمة الاتحادية في العراق العمل بمصطلح هيئة الرئاسة منذ عام 2010، ما يعني عدم قانونية أو دستورية العمل بهذه الصيغة في التعاملات والمخاطبات بين دوائر البرلمان العراقي من جهة وباقي دوائر الدولة من جهة أخرى. وتشير الفقرتان رابعا وخامسا من قانون مجلس النواب العراقي إلى وجود رئيس مجلس نواب وإلى نائبيه بصفتي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. ويخلو القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية منذ عام 2018 يخلو من ذكر مصطلح هيئة الرئاسة ضمن بنود القانون المشرع وفق المادة 61 و73 من الدستور العراقي. كما يشير قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 87 في عام 2010 إلى عدم وجود هيئة تسمى هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ضمن الدستور العراقي. كما يحدد قرار المحكمة الاتحادية بالعدد 5 عام 2022 آليات انتخاب أعضاء البرلمان العراقي عبر ذكر اسم رئيس البرلمان العراقي ونائبيه بالاسم دون ذكر مصطلح هيئة الرئاسة للجمع بين رئيس البرلمان ونائبيه. الدستور اساسا دستور مشوه. الدستور عندنا مشوه، يعني كتب بعقليه معارضه. هم حكام يكتبوا بعقليه معارضه. اياد علاوي بالثلاثه، دستور مشوه وكتب بعقليه المعارضه، والفائز الاول هو من يشكل الحكومه. ضمن برامج شرقية نيوز الحوارية السياسية خاصة، قال رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي إن حكام العراق بعد 2003 كتبوا الدستور بعقلية المعارضة لا بعقلية الحاكم، داعيا في الوقت ذاته إلى تعديل الدستور الذي وصفه بالمشوه. علاوي أكد في برنامج بالثلاثة الذي يعرض مساء اليوم الاثنين بتمام الساعة 11 مساء، أكد بأن الكتلة الأكبر هي من تفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، داعيا أيضا إلى تمكين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل الحكومة الجديدة. هو الدستور أساسا دستور مشوه. الدستور عندنا مشوه، يعني كتب بعقلية معارضة. هم حكام ويكتبوا بعقلية معارضة. والكل الآن مراضين عن الدستور، بس الانتخابات هذا بموازنة عن الدستور. الكتلة الأكبر هو يفترض كل الديمقراطيات بالعالم حتى الديمقراطيات الشكلية اللي يفوز هو يعتبر هذا الأكبر، اللي يفوز اللي يطلع يفوز هو هذا الأكبر. ولهذا أنا تقدمت بمقترح هسه مؤخرا، مو مؤخرا يعني قبل شهر شهر ونص، قلت لهم يا بخلي سماحة السيد مقتدى الصدر يختار باعتبار هو فاز 73 واحد ما ادري ايش قلنا 72 واحد اي 72 وانا وخبس، ولكن يجب ان يقترن ترشيحه بموافقه الاطار التنسيقي. يعني هسه انت تقول انه الكتله الاكبر هي الكتله الصدريه. اي هو فاز، هو اخذ اكثر عدد النقاط الاحزاب يعني كراسي المقاعد. بالرغم من شكوكي بالانتخابات يعني شكي وتحفظي على نتائج الانتخابات. لكن هذا هو المفروض، يعني الكتلة الأكبر اللي تفوز هي اللي يجب أن تعتبر الكتلة الأكبر. وحذر رئيس ائتلاف الوطني اياد علاوي من انتفاضة عارمة في العراق قد تنهي النظام السياسي بالكامل. وقال علاوي في برنامج بالثلاثة إن الشعب لم يعد يثق بالعملية السياسية الحالية التي لم يتغير فيها شيء حتى بعد الانتخابات الأخيرة.
فيما يخص القوى الإسلامية، شنو رؤيتك أيضا في صورة القوى أو الأحزاب الإسلامية؟ هل ستبقى نفس القوة ونفس النزول بالساحة والشارع السياسي؟ لا، قوتها انتهت بالدليل لجوءها إلى العنف المفرط في معاقبة الشعب العراقي بالمظاهرات السلمية، قتلوا إلى أن قالوا بس، يعني الدم ما شبعهم الدماء اللي سالت في العراق، بس القتل مستمر والاغتيالات مستمرة. هسه شوية شوية أكو توقف، المشغولين من يصير ومن يصير. لهذا أنا أعتقد يجب أن تدري، هي المشكلة مو بالانتخابات ترى، هي المشكلة بالعملية السياسية نفسها. العملية السياسية بنيت بناء خاطئ، فلهذا أنا أعتقد الشعب العراقي ما راح يتحمل هاي التجربة ويمر بها مرة أخرى. راح تصير انتفاضة عارمة بالعراق، وأنا خايف من نتائجها على الشعب العراقي، مزيدا من الدماء ومزيدا قريبا من... أم بعيدا؟ والله ما أدري عاد، بس أنا متأكد راح تصير انتفاضة كبيرة. يشار إلى أنه جرى في الليلة الماضية نقل السياسي العراقي الكبير إياد علاوي إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء عملية جراحية، وذكرت مصادر مقربة من زعيم ائتلاف الوطنية أن علاوي نقل إلى عمان لإجراء عملية جراحية لأنه يعاني من وجود حصوة في المرارة وأن حالته الصحية مستقرة. وكانت الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق زارت السياسي العراقي الكبير إياد علاوي بمشفاه بمستشفى ابن سينا في بغداد للاطمئنان على صحته. دولة مفلسة يعني، وكذلك مصر في لبنان في عنا مشاكل، فإذا بدنا نطلع بنتيجة لحتى قد ما فينا نعوض على المدين. هل أفلس لبنان حقا؟ ودائع عراقية بالمليارات في البنوك اللبنانية إلى أين؟ قفزت أسعار النفط أكثر من 3% والاثنين نحو 108 دولارات للبرميل بعد أن أخفق سحب دول من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية في تهدئة المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ارتفع خام برنت إلى 107 دولارات و58 سنت، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 دولارات إلى 46 سنت إلى 46 إلى 100 دولار و46 سنت. وتراجعت أسعار النفط نحو 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطات النفط الأمريكية، وتعهد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعملية سحب أخرى من الاحتياطات. في الشأن اللبناني واقتصاديا، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي إفلاس المصرف، وقال إنه لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وقال أيضا إن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح. وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الشامي أعلن عبر محطة تلفزيونية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إن الخسائر ستتوزع على الدولة وعلى مصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين. احنا بنعرف انه الدولة ومصرف لبنان يعني كمان قطاع عام يعني امكانياتهم كثير ضئيلة، مشان هيك يعني الدولة، لانه بسمع كثير حكي انه الدولة هي للاسف الدولة مفلسة يعني، وكذلك مصرف لبنان في عنا مشاكل، فإذا بدنا نطلع بنتيجة لحتى قد ما فينا نعوض على المدين. الخسارة وقعت في سياسات على مدى عقود، وصلنا لهون. هلا نحن ما نعالج الوضع، كيف بدنا نعالج الوضع؟ بدنا نعالجه نقلل الخسائر على الناس. إذا ما عملنا شيء الخسائر حتكون أكبر بكثير. في هذه الأثناء قالت رابطة شفافية إن الوقت قد حان ليعرف العراقيون حجم الودائع التي وضع السياسيون العراقيون في البنوك اللبنانية ومصادر تلك الودائع، ودعت الرابطة إلى التحقيق بالتحويلات الهائلة التي قامت بها مصارف عراقية خلال السنوات العشر الأخيرة، وتقدر بأكثر من 20 مليار دولار إلى مصارف لبنان. وكانت تلك التحويلات بالتنسيق مع سياسيين عراقيين وجماعات متنفذة في العراق. ويؤكد خبراء في الاقتصاد بأن إفلاس الدولة يعني أنها لم تعد قادرة على سداد ديونها الخارجية ولا يمكنها الحصول على قروض جديدة.
ويرجح خبراء أسباب إفلاس الدول إلى عوامل عدة مثل أخطاء السياسات الاقتصادية للبلاد وخاصة السياسات المالية والسياسات النقدية فضلا عن الدعم المصطنع لقيمة العملة وعدم استقرار سعر الصرف مقابل الدولار فضلا عن الفساد المالي والسياسي وتهريب السلع التي تدعمها الدولة. نتحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان فضلا عن الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية مع الخبير الاقتصادي السيد باسم أنطوان. أهلا بك سيد باسم. لطالما سمعنا منذ فترة بأن لبنان على شفا إفلاس، على شفا انهيار، مرة مفلس مرة غير مفلس، حتى خرج علينا سعاد الشامي نائب رئيس الحكومة مشكورا ليقول لكل اللبنانيين والمودعين سواء من اللبنانيين أو من العراقيين أو من غير الجنسيات، سيفيني لا كوميدي كما يقال، باي باي يا أموال مودعة في المصارف، رغم نفي رياض سلامي حاكم مصرف لبنان لهذا الأمر. ما الذي يعنيه عمليا إفلاس بلد؟ وكيف تعوض وزارة مالية أو حكومة موجودة بالاسم دون قرار سياسي أن تلعب ربما دورا بإعادة البلد على السكة الصحيحة اقتصاديا؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم وإلى مشاهدي قناة الشرقية نيوز. يعني الواقع الاقتصادي اللبناني، وأنا على احتكاك يعني منذ زمان، كان البنوك اللبنانية تعتبر البنوك النموذجية بالشرق الأوسط والكل كان يتعلم منها، وكانت لبنان خزنة، والبنك المركزي بالذات بنك لبنان المركزي خزنة الشرق الأوسط إلى السبعينات، منتصف السبعينات بدأت الصراعات السياسية تنال من لبنان، وبعد زيادة ثروات دول الخليج بدأت تنقل هذه الثروات من لبنان إلى أوروبا، وهذا كان أحد أهداف الحرب اللبنانية، يعني هي إفراغ لبنان من هذه القيادة المالية والنقدية وتحويل المبالغ إلى أوروبا وأمريكا. وانجروا للأسف الشديد اللبنانيين، قادة لبنان الماليين، إلى صراعات بعيدة جدا كانت هي بكيدة الاقتصاد اللبناني، والوقت اللي كان يتزعم مصرفيا وماليا الشرق الأوسط بعد ظهور بالأخص الإيرادات من دول الخليج، أرادوا أن تذهب هذه الإيرادات إلى دول أخرى. يعني كان أحد اللبنانيين الكبار الرأسماليين يقول تزوج أوناسيس كندي من جاكلين كندي أنجبت الحرب اللبنانية التي دفعت إلى أن رادوا مدينة أخرى بدلا من بيروت، راحوا إلى أثينا، راحوا إلى إسكندرية، إلى إسطنبول، ما قدروا يجدون مدينة مالية ومصرفية مستوى لبنان، دخلوها في حرب طاحنة بين أبنائها. كانت لبنان تعيش وحدة مستقرة آمنة، بدأت تتكالب القوى الشريرة على لبنان وحولتها لبنان إلى وضع متدهور. يعني لبنان إضافة إلى ما يكون اقتصاد لبنان، السياحة في لبنان كانت الرمز، يعني لبنان كان إيراداتها الغير المنظورة أكثر من إيراداتها المنظورة من السلعية. كل الشرق الأوسط كان يأتي إلى لبنان مبعث الراحة والاستقرار والأمان، وسلة النقود الوطن العربي هي لبنان، إضافة إلى الثقافة والتعليم وغيرها. مع الأسف الشديد استطاعوا أن يجرون لبنان ميليشيات معينة معدودة وسخرت هذا الاقتصاد اللبناني لخدمتها، في حين كانت لبنان قبلت كل الشرق الأوسط في وضعها وأمانها. يعني كانت أشبه بنافورة تصب عكسيا، طيب. بدل أن تذهب، كل اللبنانيين يتجاوز عددهم 7 إلى 8 ملايين يعيشون خارج البلد، يأتون ونقودهم تدخل إلى لبنان، وهذا كانت إحدى مكامن قوة الاقتصاد اللبناني. بدأت الآن عكسية كما شاهدنا بالسنتين الثلاثة الأخيرة، بدأت تهرب رؤوس الأموال من المصارف
إلى خارج لبنان وبدأ التدهور، بدأ وضعها ينهار بهذا الشكل. طيب. إضافة إلى توقف حركة العمل والبناء والإنشاء في لبنان. نعم. ولا زال لحد الآن أنا أعتقد يعني كثير من العراقيين والعرب الذين مودعين فلوسهم وفقدوا طبعا قسم منها يتحلمون في لبنان كدولة مالية رأس طيب مالية. سيد باسم، حرية موجودة فيها للكل. نعم، اسمح لي سيد باسم بعد الترحيب بك مجددا، يعني مع هذا الواقع الاقتصادي المؤسف في لبنان لابد أن نتساءل عن الودائع العراقية المودعة في البنوك اللبنانية. يعني تشير البعض الأرقام إلى أن هنالك ما يقارب من 20 مليار دولار ذهبت إلى المصارف اللبنانية خلال السنوات العشر الماضية. ما مصير هذه الأموال مع هذه مع هذا الواقع الاقتصادي؟ تفضل. سؤال جيد. يعني طبعا انتم تعلمون يعني هذه المبالغ المودعة ليست هي حكومية، يعني ربما يوجد جزء قليل يعني منها 5 ملايين 10 ملايين لمصرف الرافدين أو الرشيد أو غيره من المصارف، أما الباقي فهي إيداعات بالقطاع الخاص أهلية، لأنه لبنان تنطي الحرية الكاملة لمن يأخذ مبلغ ويحول مبلغ ويستلم دون المساءلات، دون البحث عن مصدر هذه المبالغ. وهذه بدأت تسري في كثير من الدول الأخرى، يعني تشجع الفساد أن يأتي ويستقر. وطبعا مصير هذه النقود أحسن الأحوال تقسم المبالغ ما تبقى، إذا بقى شيء قسمة غرماء كل من حسب رصيده، وقسم منهم يمكن متوفين وراحت هذه المبالغ وتعتبر خسارة. يعني هي أموال فساد قسم منها الحقيقة مهربة من العراق واستقرت. يعني أعرف زبونك، هذا مقولة بالبنوك يعرفوها الكل، أنت لا تقبل إيداعات إذا ما تعرف هاي الأموال منين جاية، من مال حرام صخد تبييض أموال تهريب غيرها، ما طبقت يعني شروط. الآن بدأت هذه العملية سنتين ثلاثة الأخيرة، وبالعراق طبعا شرع قانون متابعة تبييض الأموال في السنوات الأخيرة، يعني مو تودع مبالغ كيف ما تشاء، تسأل الآن من أين لك هذه، تسحب مبالغ ماذا تفعل بها، لكن جاءت متأخرة هذه العملية بعد ما طلعت مبالغ في لبنان وغير لبنان الحقيقة، وكثير من الدول ورطوا ناس ودعوا مبالغهم ينطوهم فوائد 20% 25%، لكن تعاد بعملة أخرى غير الدولار أو غير العملة النادرة، وهذه خسارة كبيرة للعراق سواء قطاع خاص أو قطاع عام، ويعني وضعها في خطر إذا ما تتدخل الدولة، وهم يخافون يفصحون. يعني هؤلاء الذين كما تحدثت عنه 20 مليار يخاف يفصح عن الأموال التي ودعها، لأنه يعرف هذه أموال جاءت من الأموال السخط والحرام لا يعلن عنها، من أين لك هذا؟ هل يمكن أن يحدث ذلك بطلب حكومي سيد باسم أنطوان، فيما لو قامت الحكومة العراقية بطلب من المصارف الخاصة الموجودة في لبنان أو في دولة أخرى بعملية تحقيق وتدقيق، هل ممكن أن تسلم معلومات معينة إلى الدولة أم تحكم المسألة سرية المصارف وسرية المودع؟ لا بالتأكيد سرية المصارف سرية المودع. هناك مصارف كما تعلم يعني في سويسرا في لبنان، رغم أنه النظام العراقي المصرف العراقي هيئة النزاهة استطاعت أن تخترق هذا الشيء وأتت بأرصدة من بعض الدول، تعتمد على الشخص، يعني أكو عن طريق الصوت أو العين أو كذا، إذا أعلن عنها المودع أنها هذه مبالغ اعترف أمام الحكومة سينجو من عقاب، يقع في عقاب آخر وهكذا. لكن أن تعود هذه المبالغ وتبدأ الحكومة العراقية تساومه، تنطي هذا جزء من المبلغ، أخذ 50%، أخذ 40%، ودع المبلغ الباقي العراقي طالب به. يعني العراق عنده الآن مبالغ في أفريقيا أيضا من زمن النظام السابق،
وبقت هذه المبالغ مدعوين إلى أن يأخذون بضايع وسلع مقابلها. ممكن تطبيق ذلك مع لبنان؟ يعني انهيار بلد مثل لبنان وتدهور وضعه ستنعكس سلبا المنطقة كلها. هناك إيرادات كبيرة لا زال يعني الدول تثق بهذا النظام ولديها مبالغ كبيرة. على الجميع التعاون، يعني الجامعة العربية تتدخل وتضع يد وتعيد هذه المبالغ إلى أهلها، لكن يجب أن نتأكد أن هذه مبالغ جاءت من مصادر من الحلال وليست عن تبييض أموال وغيرها. بس الدولة، ماذا يعني هذا المصطلح عمليا؟ يعني من حيث المعنى العام، عدم قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية وعدم قدرتها على الاقتراض الخارجي أيضا. طيب، إذا كان هذا هو الوضع الاقتصادي في لبنان، كيف ستتحمل الدولة هذه المسؤولية؟ كيف ستتحمل الناس كل ما يحدث؟ يعني ما هو السيناريو المحتمل لمصطلح إفلاس في لبنان؟ تفضل. يعني أنتم تعلمون في لبنان هناك مصارف كبيرة واسعة وتمتلك إمكانيات. المبالغ التي في لبنان المصارف خرجتها خارج لبنان، وحتى يتخلص من هذه العملية أعلى الإفلاسة. يعني جاءت مصارف لبنانية، العراق قدم إغراءات وقدم مزايا للمصارف اللبنانية، وجاءت أكثر من 7-8 مصارف عملت في العراق، مارست نشاط، لكن كانت حذرة بالتعامل أيضا وتعلم أين تضع قدمها. لا تدخل في التزامات كبيرة، اشتغلت في باب ومزاد العملة وحصلت مبالغ، والعراق كان محتاج أن ينفتح على العالم، لكنه بعد فترة بدأت انهيارات من داخل لبنان. الصراع بين الميليشيات، هيمنة القوى السياسية على النظام المصرفي كما في العراق. يعني كل قوة سياسية عندها بنك وبنكين، واستعصيت بعض المصارف في حقوق المواطنين وأموالهم، وبقت مديونة هذه البنوك إلى ودايع كثير من المواطنين. المفروض البنوك المركزية تلعب دور وتتدخل في هذا الموضوع وتضع حد لتسرب هذه الأموال خارج النظام المصرفي. الآن في العراق يعني ما مطبوع من النقد يتجاوز 65-66 تريليون دينار، 20% منها ما هو داخل النظام المصرفي لضعف الثقة ببعض المصارف، وتحفظ في القاصات والبيوت تشكل خطر عليها، لكنه ضعف الثقة بالنظام المصرفي خلاه أن يقدم على هذه العملية. مطلوب الآن من النظام المصرفي، القطاع الخاص والعام والبنك المركزي، أن يقدم على خطوات جريئة ويعيد الثقة بهذه المصارف، ويتخذ قرارات بحق من أساء لهذه المصارف، وحتى تعود الودائع إلى البنوك، وتستطيع أن تبسط هذه البدائع اللي تتجاوز 50-60 تريليون دينار وما يساوي ضعف ربما من الدولار، أن تسير النظام المصرفي وتعيد النشاط الاقتصادي للبلد. لكن يبدو أنه العملية تسير بما لا تشتهي السفن. يعني أنت عندك إيرادات نفطية شهرية قابل تجيك شهر الآذار 11 مليار دولار دخلت من مبيعات النفط فقط، أين هي؟ هل أنت مطلوب أن تدفع الوضع الاقتصادي النشاط الاقتصادي، تسدد القطاع الخاص، تعيد الحياة القطاع الخاص، تسدد ديون اللي بالغ أكثر من 65-66 تريليون؟ يعني أنت إلى أن يزحف الماء جواك وتغرق جزء من موجوداتك، يلا تقوم تعالج وتصعب علاجها بعدين. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد باسم أنطوان الخبير الاقتصادي، شكرا لوجودك معنا. أهلا
الكاظمي يشارك مقاتلي الفرقة 17 مائدة الإفطار. انتماؤنا للعراق أولا وأخيرا وشعارنا الأوحد للعراق أولا. كل بيوت الموصل بيها شوكليت. بالعافية عليكم، بالعافية عليكم. حبيبتي بعد لا فقرات عنقية ولا عظامك توجعك. بالعافية عليكم. حمزة تعال، حمزة الشرقية والعاملين عليها، بارك الله فيكم. عائلة أبو أحمد من الموصل تتسلم منحة البزاز 12 مليون دينار وستوت ضمن مبادرات على نياتكم ترزقون. من الاقتصاد إلى السياسة، جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري تأكيده بأن الإطار الشيعي لم ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي. العامري قال خلال لقائه السفير الإيطالي لدى العراق موريتسيو كاريكانتي إن الإطار التنسيقي ذهب إلى الثلث الضامن للحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد ولحفظ حقوق المكون الشيعي، وأنه لا خيار إلا باتفاق وطني في إدارة المرحلة المقبلة في العراق. أصيب 8 من عناصر الجيش العراقي بينهم ضابطان بهجوم انتحاري جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. مصادر أمنية قالت إن 8 من أفراد الجيش العراقي بينهم ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم أول أصيبوا بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم خلال عملية تفتيش ضمن جبال نويكيد الواقعة جنوب الموصل. في هذه الأثناء ذكرت مصادر محلية في نينوى أن عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات سوات وأخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، وأن إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئا في أحد الأنفاق فجر نفسه أثناء محاصرته من قبل قوات الأمن، ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الأجهزة الأمنية دون تسجيل أي ضحايا. نتحول إلى موضوع آخر. عادة ما كنا نسمع قم للمعلم ووفه التبجيلة، لكن ما حدث في ذقار يثبت العكس. قم للمعلم واحمل في وجهه كلاشينكوفا. نجا معلم في ذقار من إطلاق نار مباشر على مركبته باستخدام سلاح كلاشينكوف من قبل طالب رفض الخضوع لمحاسبة من قبل الكوادر التدريسية. وتجري شرطة ذقار تحقيقا في ملابسات حيازة طالب في المرحلة المتوسطة على سلاح رشاش وبفتح النار على مركبة مدرسه، فيما أشارت مصادر إلى أن الرصاص اخترق المركبة دون إصابة المدرس. ووصلت على الفور قوة أمنية إلى مدرسة العزة التابعة إداريا لقضاء قلعة سكر للتحقيق بالقضية دون الإشارة إلى اعتقال الحدث. ينضم إلينا السيد حسن السعيدي عضو نقابة معلمي ذقار. أهلا ومرحبا بك سيد السعيدي. يعني ما حدث في ذقار أمر عجيب غريب، يعني نسمع بأنه يجب احترام المعلم، يجب أن نفيه حقه، يجب أن نكون مع المعلمين، يجب أن نسمع للمعلمين، ولكن هذا الطالب رفع سلاحا بوجه معلمه. ما الأسباب التي تدفع الطالب أن يرفع سلاحا بوجه معلمه في بيئة تعلمنا وتربينا فيها أن نحترم المعلم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولقناتكم الموقرة. طبعا في هذا العام حدثت اعتداءات كثيرة وسجلت أرقاما قياسية خلافا للأعوام السابقة، وحوالي أكثر من 30 اعتداء مسجل في القضاء، وأكثر من 50 اعتداء مسجل لدى تحقيقات الإشراف التربوي في المدير العام للتربية، وأكثر من هذا العدد تم تسويته من قبل إدارات المدارس والإشراف التربوي. طبعا اليوم حدث منحة خطير في كيرب الاعتداءات، وهذا ما حذرت منه نقابة المعلمين سابقا بأن الاعتداءات سوف تتطور إلى ما لا يحمد عقباه. كانت الاعتداءات كالضرب والاعتداء على
المؤسسة التربوية والاعتداء بالسكاكين وغير ذلك. اليوم الاعتداء أصبح بالبنادق. مدرسة ثانوية العزة المختلطة في ريف قلعة سكر، عندما حاسب مدرس الرياضيات في الصف الثاني المتوسط أحد الطلبة وقام بإرساله إلى المرشد التربوي لكي يستفسر عن إهماله في موضوع الرياضيات، وتم استدعاء ولي أمر الطالب، وذهب الطالب إلى أن يعتدي على سيارة المدرس بالخدش بالبداية، وعرفه المدرس وودوا على ولي أمر الطالب. طبعا ولي أمر الطالب اعتذر وقبل المدرس اعتذاره واستمت تسوية الأمر، ولكن هذا الحدث ذهب وجاء مع شخص آخر ومعهم بندقية كلاشنكوف وقاموا بالرمي على الصف الذي كان فيه المدرس، وهذا تهديد إلى الطلبة وإلى المدرسين وإلى كل من في المدرسة. وقام بعد ذلك بالاعتداء على سيارة المدرس بضربه بثلاثة إطلاقات. طبعا هذا الاعتداء عم بحكي عن شخص متمرس يا سيد حسن، إن كنت عم تسمعني. لماذا تأخرت من وجهة نظرك عملية القبض على هذا التلميذ؟ هل اطلعت على المجريات الجديدة بخصوص هذه الحادثة؟ خصوصا بأننا نتحدث عن تكرار لعمليات مشاغبة من قبل هذا الطالب حتى أطلق ثلاث عيارات، ولم تكن هناك مراقبة لسلوك هذا الطالب تحديدا في هذه المدرسة؟ طبعا مو فد في المدرسة، طبعا الاعتداءات حدثت في مدارس عديدة، والمشاغبات أكثر شيء في المدارس المتوسطة لصغر حجم هؤلاء الأولاد والأحداث. وطبعا هذه الفوضى الضاربة أطنابها في المحافظة عكست آثارها على سير العمليات التدريسية والعمليات عمليات التدريس في المدارس. ونرى أن غياب الرادع القانوني وخلل في منظومة القيم العامة وكذلك فقدان الضبط في شؤوننا العامة والفوضى الضاربة أطنابها في مختلف نواحي الحياة في المحافظة، وقل ما تجد هنالك عملا مدروسا ومنظما. نعم. في المحافظة، وكذلك هناك المشاكل المدرسية تعكس أن الفوضى العارمة في شؤوننا العامة. طبعا عدم تغلغل الروح النظامية والوطنية في نفوس هؤلاء الأفراد نتيجة هذه نعم يا سيد حسن، نتمنى أن تكون الحادثة الأخيرة. حسن السعيدي عضو نقابة معلمي ذي قار، شكرا جزيلا لك. تفقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقر الفرقة 17 من الجيش العراقي جنوب بغداد، وشارك عددا من مقاتليها مائدة الإفطار. أكد الكاظمي لأبناء القوات المسلحة أن الانتماء يجب أن يكون للعراق أولا وأخيرا، وللوطن ولدجلة والفرات ولكل مواطن شريف، وسيبقى الشعار الدائم العراق أولا. واطلع الكاظمي على مستوى جهوزية الضباط والمقاتلين في مقر الفرقة 17 واستعداداتهم لأداء الواجب ومفردات الضبط العسكري والالتزام بها، مؤكدا أن القائد العام والقادة الميدانيين والضباط والمراتب كلهم في خندق واحد هو خندق الواجب، والانتماء للوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله. وأكد الكاظمي بأن العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها وإلى عهده المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي. كل عام بخير، واليوم من دواعي سروري وفخري أن أكون مع أبطالنا الشجعان من ضباط وجنود من أجل نبعث رسالة جلنا نفطر سوية. قائد عام قوات مسلحة، وزير دفاع، القادة الميدانيين، الجنود، كي نقول نحن جميعا في صف واحد من أجل حماية العراق. أنتم الأبطال المضحين دائما بالدماء وبالشهداء، دائما يجب أن نتذكر هذه تضحياتكم، ونشكر كل عوائل الشهداء
في كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية ولكل شعبنا العراقي العظيم الذي لم يبخل بالدماء من أجل حفظ كرامة العراق. دائما نقول انتمائنا الأول والأخير إلى العراق، ما عندنا غير العراق. انتمائنا لوين؟ للعراق. العراق أولا وأخيرا. انتمائنا لكل مواطن عراقي شريف، وانتمائنا إلى دجلة والفرات. واليوم يجب أن نذكر جميعا التضحيات وتكون عبرنا لخدمة ناسنا والحفظ على كرامته. بكم العراق ينهض، تضحياتكم العراق يستحق منا الكثير، والعراقيين لم يبخلوا أبدا بتقديم الكثير والصبر، وإن شاء الله في المستقبل نستطيع سوية في إعادة العراق إلى ما كان في عهد المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي. نبقى في النشاط السياسي، إذ استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مساء اليوم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في البلاد، وشدد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية. كان من أجمل الأنهر بالبصرة، يعني حتى أحسن من نهر الخورة وأجمل من نهر الخورة، بس من فتحوا المجاري عليه تغير الشط، يعني حتى صار لونه أسود. مبازل وأنهار في البصرة تمسي بؤرا للتلوث، الماء يلوث الهواء وينذر بأمراض تنفسية خطيرة. أظهر خبراء من ارتفاع معدلات تلوث أنهار البصرة إلى درجة باتت تلوث الهواء والبيئة وتتسبب بأمراض تنفسية خطيرة. قال المتنبئ الجوي صادق عطية إن أنهار البصرة الداخلية أصبحت مكبا للنفايات والمياه الثقيلة من قبل التجاوزات، وأن وباء سيفتك بأهلها بسبب ذلك. وتابع العطية في النهار والليل تفوح روائح عفنة وكريهة لا تطاق بإمكانها أن تسبب أمراضاً للجهاز التنفسي وأمراضاً أخرى لا يمكن السيطرة عليها لأنها تنتشر في الهواء، مقترحاً ردم من أصبح من هذه الأنهار خارج الخدمة أو استخدام الأنابيب لتغليفه. يعني حتى أحسن من نهر الخورة وأجمل من نهر الخورة، بس من فتحوا المجاري عليه تغير الشط، يعني حتى صار لونه أسود، والريحة ما أحكي لكم شلون ريحة شلون تقتل ببيوتنا. محرومين من المياه الصالحة للشرب، فنستورد المياه ونشرب المياه، وإحنا بلد الرافدين وشط العرب، ومع الأسف ماكو أي اهتمام. وليس ببعيد عن هذه الصورة، وعلى مدى سنوات طويلة تراكمت النفايات والمخلفات الطبية والصناعية في دجلة والفرات حتى تحولت الأجزاء الأخيرة من النهرين وتحديدا عند البصرة إلى مصبات شديدة التلوث والملوحة لتشكل خطرا على صحة سكانها الذين يعانون من أمراض جلدية وتنفسية مزمنة بسبب تلوث المياه والهواء. المزيد في هذا التقرير. هنا في بلاد الرافدين ليس ثمة مياه نقية، يفسد التلوث مياه نهري دجلة والفرات ابتداء من الموصل وحتى بغداد وصولا إلى المحافظات الأخرى، فتدفع البصرة الثمن. تتحدث التقارير البيئية عن ارتفاع هائل في معدلات التلوث التي أصابت نهري دجلة والفرات بعد أن تحولت ضفافهما إلى مكب للنفايات والمواد الملوثة بمختلف أنواعها. ووفقا لتقارير رسمية فإن مياه المبازل التي ترمى في النهر تتسبب بارتفاع نسبة ملوحة مياهه نظرا لما تحويه من أملاح تصل إلى 40%. تعد بغداد التي يقطنها أكثر من 9 ملايين نسمة المدينة الأشد تلويثاً لمياه دجلة، لكونها تضم 18 محطة للمجاري تلقي المياه الثقيلة من دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700,000 متر مكعب في اليوم. كما أن المخلفات الطبية التي تلقى أيضاً في مجرى النهر رفعت من معدلات التلوث بعنصر الرصاص
تحديدا أكثر من الحد المسموح به بمعدل ضعفين، وكذلك عنصر النيكل وهما من العناصر شديدة الخطورة على الصحة العامة. ولا تقل المخلفات الصناعية خطورة عن مياه المجاري والمخلفات الطبية، خصوصا تلك التي تلقى من مصفى الدورة ومحطة كهرباء جنوب بغداد وشركات الصلب والصناعات الأخرى. لكن الخطر البيئي الأكبر يقع في البصرة التي تعاني من مخلفات الحروب واحتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط والمياه الملوثة، لتشكل أبرز أسباب التلوث التي ترفع من أعداد المصابين بالأمراض السرطانية في المحافظة. في كل مرة نتحدث عن نفس الموضوع ويحلل معنا المحللون ولا نخرج بحل أو بصورة حل سليمة وواضحة على الأقل في هذا المجال. خبير المياه سلمان خير الله معنا عبر سكايب. ما الذي يعنيه تأخر هذه الحلول لهذه المشكلة بالذات؟ وعن أي عوامل تلوث نتحدث عندما نقول بأن أنهار العراق وتحديدا أنهار البصرة باتت تهدد البيئة والهواء؟ شكرا جزيلا، شكرا عزيزي على 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 هذا التقرير وعلى هاي المقدمة. بنفس الوقت اريد انه جزء الحقيقة اللي ظهرتوها انتم هي يمكن قطرة بقدر ما موجود على طول النهرين دجلة والفرات عموما. للأسف انه نقولها انه فشلت حكومة السيد الكاظمي ووزارة الموارد المائية كفشل الحكومات السابقة بإدارة ملف المياه. اليوم إدارة ملف التلوث ايضا يقع على عاتق جزء من عنده على عاتق إدارة المياه اللي موجودة عندنا بالعراق. إدارة المياه الموجودة بالعراق عندنا لا توجد حصص مائية كافية، بالتالي هي نسبة وتناسب. اليوم عنده من 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 يقل مستوى المياه أكيد راح يزيد نسب التلوث. اللي صار بالبصرة بال 2018 مو بعيد إنه ينعاد مرة ثانية. حسب التقرير مال هيومن رايتس ووتش يقول إنه أزيد من 6000 شخص تعرضوا للتسمم بالبصرة في سنة 2018. ممكن هذا الرقم ينعاد أضعاف هذا الرقم خلال الفترة القادمة. لذلك الحلول الموجودة والبدائل الموجودة كلها موجودة بيد الإدارة وبيد الحكومات المركزية والحكومات المحلية. لكن للأسف اليوم الحكومة المركزية تركت عملية رفع التجاوزات الموجودة على النهر وتنظيف النهر وغيره، والتجأت إلى بناء سد مثلا في مكحول اللي هو احنا اصلا السدود والمياه اللي عندنا غير كافية المياه اللي عندنا غير كافية لإغمار سدودنا. فعلى أي أساس احنا اليوم نوصل مرحلة اللي هي نبني سد جديد حتى نغمر مياه جديدة ونجمع مياه جديدة؟ طيب. واحنا اوريدي انه المياه الموجودة عندنا يعني غير كافية لإغمار السدود الموجودة. طيب. عندنا سيد سلمان هذا هو واقع وحال السدود والأنهار في العراق. سؤالي لحضرتك، هل فاتنا القطر؟ هل يمكن تنظيف هذه الأنهار من هذا التلوث الذي يتسبب أيضا ليس فقط بتلويث الناس الذين يشربون هذه السموم، بل أيضا يتسبب بتلويث البيئة؟ تفضل. البيئة دائما لا توجد نقطة نهاية. الإيكو سيستم دائما هو حلقة دائرية من الممكن الرجوع إليها في أي وقت، لكن يحتاج أن نضع النقاط على الحروف ونطبق الحلول. وخير مثال على هذا بعد الجفاف اللي عمله صدام حسين بالأهوار وجففها بنسبة كبيرة. عند عودة المياه قدرنا بأعلى الأحوال قدرنا نرجع أزيد من 60% من الأهوار مطابقة مع الستاندرد لسنة 1976. وهذا شيء يعطينا أمل إنه إحنا إذا قدرنا نطبق الحلول اللي عندنا أكيد رح نوصل لصورة حل. تطبيق الحلول هو سهل، أولا يقع على عاتق الحكومة والمواطن بنفس الوقت، مو فقط الحكومة. يقع على عاتق الحكومة من برفع التجاوزات، يقع على عاتق الحكومة بالمفاوضات الأكثر لكسب كميات مياه كافية إنه. وهذا الموضوع ممكن يكون نتكلم به بالمداخلة الثانية. اريد احكي عن المشكلة القانونية. اليوم احنا عندنا مشكلة قانونية بالعراق بهذا الموضوع ايضا اللي هي إدارة المياه. سيد سلمان سؤالي لحضرتك، يعني ليس بزيادة نسب المياه، هل يمكن تنظيف هذه المياه المتلوثة في الوقت الحالي؟ هل هنالك حلول ناجعة لتنظيف هذه المياه من التلوث، ام ان الامر مستحيل من وجهة نظر حضرتك كخبير في امور المياه؟
من وجهة نظرنا رفع التجاوزات اللي موجودة وزيادة كميات المياه والتدفقات المائية راح يكون حل أمثل لتقليل الملوثات الموجودة بالنهر. يعني سلمان، لأي مدى نحتاج إلى حملات توعوية تخص المواطن حتى يكف على عملية الرمي في الأنهار؟ تحث المؤسسات أو المستشفيات أو المصانع على وقف رمي المخلفات في الأنهار، وفي الحقيقة لا أدري إن كنت أشاهد بالصور، هل هذه مياه طبيعية أم مياه مجاري مختلطة بالأنهر؟ للأسف هذه مياه مجاري مختلطة بالأنهر بصورة مباشرة 100%. ليس المشكلة أنه هاي المجاري وغيرها من البايبات والسوج ووتر، يعني مو فقط المواطن يتحمل مسؤوليته، ولكن حسب تصريح وزير الموارد المائية السابق الدكتور حسن الجنابي أنه 40% من الملوثات بمدينة بغداد من قبل مؤسسات حكومية كمدينة الطب، كمصفى الدورة، كمحطة جنوب بغداد مال الكهرباء وغيرها من المكانات الموجودة على نهر دجلة ترمي مخلفاتها بشكل مباشر للنهر. طيب الحملة التوعوية بالنسبة للمواطن لأي مدى ضرورية؟ أكيد راح تكون ضرورية جدا. اليوم الحملات التوعوية هي جزء كبير من الشغل، اليوم جاي نشتغل احنا بجمعية حماة نهر دجلة، نشتغل على خط أساسية تخص الادفوكسي كامبين وتخص الحملات التوعويه وشلون نقدر نطورها ونزيد من اقبال المواطنين. اليوم على عدد من مستويات التوعيه حتى على مستوى المدارس كانت توعيه كبيرا ويحتاج نتمنى ان تصل الفكره. شكرا جزيلا سلمان خير الله الخبير في مجال المياه، شكرا جزيلا لك. مدني وطني متحضر، ذلك هو إياد هاشم علاوي، الزعيم السياسي الذي يفخر بأنه لم يتورط بالدم في بلاد اختلط الدم والفساد بسياسيها وسياساتها. تعرض للموت مرات عديدة، دخل القتلة منزله أيام معارضة النظام السابق فأصابوه بجراح ظلت تعيش معه كل حياته، وتكررت المحاولات ثم جاء من يستهدفه بالقتل وهو في بغداد بعد أن تولى رئاسة الوزراء سنة 2004. يكفيه في زمن الفوضى أنه لم ينخرط في الحرب الإلكترونية القذرة التي تديرها القيادات السياسية الأخرى في العراق، وترك ذباب المنافسين السياسيين يأكل بعضه الآخر. ولد إياد هاشم علاوي ببغداد سنة 1944 في عائلة مسيسة، وانخرط في الحياة السياسية وهو في 18 من العمر، وهاجر إلى لندن وقاد الجناح المدني في المعارضة العراقية. فاز علاوي في انتخابات 2010، لكنه تعرض للطعن مرتين، الأولى بقرار حرمه من امتياز القائمة الفائزة الأولى التي كان يرأسها، والثانية بما تعرض له من غدر بعض زملائه داخل القائمة العراقية ذاتها. لن يكتب تاريخ العراق إلا وتذكر الناس رجلا مدنيا مسالما وسط القساة والمتحاربين. إياد علاوي بالثلاثة على الشرقية نيوز. سعد البزاز رئيس مجموعة الإعلام المستقل عبر برنامج على نياتكم ترزقون عائلة أبو أحمد من مدينة الموصل مبلغ 12 مليون دينار عراقي وستوتة لإعانتها على ظروف الحياة الصعبة. وتعاني عائلة أبو أحمد ظروفا معيشية قاسية، وعبرت عائلة أبو أحمد لبرنامج على نياتكم ترزقون عن فرحتها وامتنانها لقناة الشرقية على المبادرة الإنسانية النبيلة التي حظيت بها. المفاجأة الأولى يا سعيد الحظ عمل بالدنيا خير سقى شجرة وصنع بسم الله ما شاء الله هاي الملايين الهواية كلها إلكم الله يحميكي تشتري بيت الله يسر عليك تأثت
بكيفك انت بعد تتصرفون بها زين عيني وكادر الشرطيه جميعا كله هسه هاي الاستاذ سعد البزاز تفضل الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله محمد ان شاء الله الله يخليكم احنا عرفنا انه بيتكم الله يستر عليكم هاي الفلوس انا عرفت انه انتم بيتكم ايجار ايجار نعم فحتى انت تتصرفي بها زين عيني اكو مفاجاه ثانيه الله يحفظك حلوه تفضل شوف تعال شوفوا الله بارك الله فيكم شوف هاي الستوتة الصغيرة الحلوة هاي تفيدك شغلك اليومي بدل العربانة لأنه تعبتك العربانة وهو حمزة موسى إجا اللي متعرض للإصابة بالحرب تعي شوفي كل بيوت الموصل بيها شكلية بالعافية عليكم بالعافية عليكم حبيبتي 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 بالعافية عليكم وتستعملها بالخير وتخلص من هاي لانه هاي حتى صعبه على صحتك يعني هاي اسهل بهوايه لك عندي انوقيه من العربانه بسبب انه هاي جربها الحمد لله يلا تعال انطك مفتاحها هسه تتعلمها سهله خليني تساعد على بعد لا فقرات عنقية ولا عظامك توجعك بالعافية عليكم حمزة تعال حمزة الشرقية والعاملين عليها وبارك الله فيكم تعال دشنها صعدي ورا يابا شايفين كل الخير الله يستر عليكم وان شاء الله تصرفون الفلوس بشيء بفائدة لكم وتشوفون خيرها ويبعد عنكم شرها يا رب ونحن في دورنا نقول لعائلة أبو أحمد مبروك أجمل شيء بالدنيا هي ردة الفعل العفوية والطبيعية من قبل الناس كيف؟ موضوع آخر تهدد الجبايات عند مداخل علوات الخضر والفواكه في بغداد بتراجع خطير في الحركة بحسب مسوقين حذروا من المساس بقوت مئات آلاف العائلات ويقول مزارعون التقاهم مراسلنا يعرب القحطان إن الكثير من الجبايات غير القانونية ترفع من كلف التسويق وإن النتيجة أسواق بلا تبضع وكساد يفاقم الخسائر إلى علوة الخضار المركزية في بغداد انتقل الكساد خضار مكدسة بالأطنان وبيع متوقف والأسعار يقول تجار إنها ارتفعت بمقدار الضعف للخضار الأساسية السيطرات قاعد يأخذون جمرك وعبور وكروة يعني السيارة إذا شايلة 15 طن أسود يعني الكلفة ما تصير 7 ملايين يعني هاي 7 ملايين وين نخليها؟ نخليها على السعر مثلا مشترين ب 300 دينار نضيف عليه 400 يصير ب 700 والله هو ركود احنا نبيع هسه المفرد والجملة نفس الحالة نريد مشي المشي الزرع هسه عندها هذا الأسود شوفه داخل متأخر بالحدود صار تقريبا 5 أيام 6 ونص ضارب يعني نص راح نذبه ونص راح نبيعه جوا قيمته وبينما يتجه مواطنون إلى علوة الجملة من أجل التسوق أملا منهم في توفير الأسعار إلا إن الأسعار في علوة جميلة وبقية مراكز بيع الخضار في بغداد أصبحت بسعر المفرد في المحال الصغيرة الزرع صاير بالعلوة وهنا بالشارع نفس الشيء يعني وهذا هسه إجا رمضان وسحب قليل أبد ما كاسة لا بيع ولا مشترى هاي قدام عينكم خو سوق فارغ الله شاهد ولا جاي نبيع ولا شيء الزرع يبقى كل بسبب ارتفاع الاسعار، زين هذا المواطن منين يجيب؟ وفي الوقت الذي يناشد التجار بوضع حل لجبايه الاموال منهم في السيطرات، يقول تجار اخرون انهم يضطرون الى البيع بشكل مفرد مع توقف الحركه التجاريه وتلف الكثير من الخضار اثناء خزنها في المخازن. من بغداد عرب القحطان الشرقيه نيوز. حصادنا يتجدد بالغد أنا وآلاء نشكركم أشكرك سعيد وشكرا لكم لمتابعة حصاد هذه الليلة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء